إمبراطورية الروم البيزنطية. مع تولي مانويل الأول سنة 537 للهجرة، قوى تحالفه مع البلاط الألماني وتزوج أخت ملكهم كونراد. وفي المشرق استعاد الأمير عماد الدين زنكي إمارة أبرها من الصليبيين، فتداعى الغرب لشن حملة صليبية ثانية. قاد الحملة لويس السادس ملك فرنسا وكونراد الثالث ملك ألمانيا، لكن السلاجقة سحقوا القوات الألمانية في معركة دوليوم سنة 541 للهجرة، ففر كونراد ووصل إلى القدس عن طريق البحر، والتحق من تبقى من قواته بالحملة الفرنسية التي وصلت إلى بيت المقدس، وقرر الجميع مهاجمة دمشق. لكن والي دمشق معين الدين أنر صمد وأرسل يطلب النجدة من صهره نور الدين زنكي، فانسحبت القوات الصليبية وعاد الملكان إلى بلديهما. كان من نتائج فشل هذه الحملة أن قام الإمبراطور البيزنطي مانويل بإخضاع إمارة أنطاكيا الصليبية، فانتقل ارتباط الإمارات الصليبية في الشام إلى التبعية لبيزنطة. وفي سنة 559 للهجرة حدث تحالف بيزنطي صليبي أرمني لقتال نور الدين زنكي، فالتقى الطرفان عند مدينة حارم، وانتصر نور الدين انتصارا باهرة، وتمكن من أسر الأمراء بوهيموند وريموند وقسطنطين كولمان ولوزينيان. وفي سنة 564 للهجرة أصدر ملك القدس عموري أوامره بانطلاق الحملة الصليبية برًا والحملة البيزنطية بحرًا لاحتلال دمياط، فتصدى لهم المسلمون بكل بسالة وهزموهم شر هزيمة، ولمع نجم صلاح الدين الأيوبي الذي أنهى الحكم الفاطمي واستقل بحكم مصر. في سنة 571 للهجرة حدثت معركة كبيرة أخرى بين مانويل والسلاجقة، وقد انتصر فيها السلاجقة بقيادة قلج أرسلان انتصارا كبيرا. بعد مانويل تولى ابنه القاصر أليكسيوس الثاني، وبعد 3 سنوات من توليه قتله أندرنيقوس كومنن ابن عم مانويل، وأصبح هو الإمبراطور، فبطش بالأمراء الصليبيين وبالنبلاء، وتصادف أن هاجم ويليام أمير صقلية القسطنطينية أثناء غياب أندرنيقوس عنها، فلمع نجم القائد إسحاق أنجيلوس في الدفاع عن العاصمة، ونصبه الشعب والنبلاء إمبراطورة. ولما عاد أندرنيقوس للمطالبة بالعرش ألقي إلى الناس فقتلوه، وكان ذلك نهاية عهد أسرة كومنن.